الاهلي، وكالعاده معاكم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. كل الاجواء في النادي الاهلي بالجزيره هنا اكثر من رائعه برغم الخريف وتقلباته، لكن الجو داخل النادي الاهلي ربيع طول السنه، الجو مشمس، درجه الحراره لا تتعدى 25 درجه مئويه. من لحظه دخولك من الباب بتلاقي الاعضاء زي ما متعودين دايما، النادي الاهلي هو البيت الكبير اللي كل اعضائه وجماهيره، عدد كبير جدا من الاعضاء حرصوا على تناول الافطار داخل مقر النادي هنا بالنادي الاهلي بالجزيره. يمكن بعض الاعضاء كمان استغلوا ان مفيش تدريب النهارده للفريق الاول ومارسوا رياضه المشي صباحا في التراك. طبعا الاقبال يمكن من الفئات العمريه الاقصي الاقل سنا النهارده اقل شويه، خاصه ان النهارده يوم دراسي، لكن يعني بغض النظر عن صغار السن كبار السن موجودين وبشكل كبير حرصوا على تجاذب اطراف الحديث وتناول الافطار هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. نروح بقى لاخبار النادي ونبدا من الفريق الاول لكره القدم. يمكن اول خبر بيخص الفريق الاول ان الفريق راح النهارده لليوم الثاني على التوالي عقب الفوز على طلائع الجيش في ختام مسابقه الدوري العام بثلاث اهداف مقابل لا شيء. ان شاء الله يمكن كان امبارح راحه والنهارده كمان راحه، وغدا يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لنهايه دوري ابطال افريقيا المقرر ليه ان شاء الله 27 نوفمبر الجاري. الخبر الثاني معانا، الاهلي يتقدم اليوم بشكوى للجنه الانضباط ضد كابتن محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه للموقف اللي حصل اثناء تتويج الفريق بدرع الدوري العام في المباراه الاخيره امام طلائع الجيش. يمكن تابعنا كلنا تصريحات الصادره بشكل رسمي من النادي الاهلي على لسان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، الراجل كان بيتكلم بشكل اكثر من رائع طوال اليوم، قال ان كابتن محمد فضل احد ابناء النادي الاهلي والموضوع خد اكبر من حجمه. وكان كابتن سيد يعني اثر الحديث في هذا الجانب ليه عدم الطغيان على فرحه النادي الاهلي وعدم تعكير الصف. لكن يمكن في ساعه متاخره من مساء امس الاحد كابتن محمد فضل خرج على وسائل الاعلام واكد انه يعني تقدم بشكوى رسميه ضد اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الاهلي. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ طلع ورد هو كمان في ساعه مبكره من صباح اليوم وتعجب من هذا الامر، قال ان كهربا هو اللي ليه كل الحق انه يشتكي، ومع الرغم من ذلك كابتن محمد فضل هو اللي بادر وتقدم بشكوى، وعليه النادي الاهلي بيحمي لاعبه ويحمي حقوقه المشروعه والقانونيه بالاسانيد القانونيه والشهود وشريط الفيديو الموثق اللي بينقل الاحداث، وبان قد ايه ان محمود عبد المنعم كهربا لم يتجاوز، بالعكس هو اللي صدر في حقه التجاوز. اولا خبر كمان معانا، الاهلي وافق على انتقال عمار حمدي وكريم يحيى للاتحاد السكندري. يمكن اعلن كابتن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي انتقال عمار حمدي لنادي الاتحاد السكندري لمده عامين على سبيل الاعاره. يمكن كمان في بند في العقد يحق للنادي الاهلي استرجاع اللاعب مره اخرى بعد انتهاء السنه الاولى من الاعاره. كمان كريم يحيى يمكن انتقل عن طريق البيع للنهائي لنادي الاتحاد السكندري مع وجود برضو ايضا عقد في البند يحق للنادي الاهلي استرجاع كريم يحيى مره اخرى قبل يعني فور انتهاء السنه الاولى في حاله النادي الاهلي اراد استرجاع اللعب. نروح بقى للالعاب الاخرى، ويمكن اول خبر معانا من كره اليد، وتنطلق اليوم في السادسه مساء على صاله النادي الاهلي هنا بالجزيره مباراه الاهلي والزمالك في دوري السيدات لكره اليد في تمام السادسه مساء. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي والفوز دائما. الخبر الثاني معانا، يمكن كان في الامس ختام الجوله الثانيه من دوري الكره الطائره الشاطئيه للسيدات، والنادي الاهلي حصل على المركز الاول. يمكن كان بيمثل النادي الاهلي في البطوله اللاعبتين دعاء الغباشي وفريده العسقلاني. كمان معانا بقى على سبيل الاحداث الجاريه داخل النادي الاهلي، يمكن في اطار حرص النادي الاهلي ودوره المجتمع وتوجيهات الدوله، النادي الاهلي بينظم غدا عن طريق الاداره التنفيذيه للنادي ندوه عن كيفيه تقديم الاقرار الضريبي الالكتروني. الندوه اللي حابب من الاعضاء طبعا انه يستفاد ويحضر الندوه. الندوه هتبقى في تمام الخامسه مساء في صاله راتب هنا بالنادي الاهلي بالجزيره، وهيحاضر في الندوه ويكون حاضرها نخبه من اهم الخبراء في المجال الضريبي في مصر. دي خدمات دايما زي ما تعودنا النادي الاهلي دايما سواء رياضه او كمان الدور المجتمعي بيؤديه على اكمل وجه كنادي الوطنية في مصر ومصر كلها. يمكن كمان في حديث هنا، يمكن الحديث الدائر بقى على سبيل الاحداث الجاريه زي ما بنقول داخل النادي الاهلي عن محمد النني وتالقه بالامس في مباراه الارسنال امام مانشستر يونايتد وتحقيق الفوز. يمكن من 2006 ارسنال ما تمكنش من الفوز على مانشستر يونايتد على ملعبه، امبارح يمكن محمد النني كان احد اهم اسباب الفوز، وده ان شاء الله نعرفه في الفقره التاليه مع زميلتنا مريم سميح والصحافه العالميه. كمان حابب اختم كلامي هنا عن النادي الاهلي والاجواء الرائعه. يمكن النهارده 2 نوفمبر بالتحديد زي النهارده من 7 سنين 2 نوفمبر 2013 كانت مباراه الذهاب لنهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي واورلاندو بايرتس بطل جنوب افريقيا. المباراه انتهت بالتعادل 1-1، وكانت الخطوه الاولى نحو احراز النادي الاهلي للقب الثامن الافريقي. يمكن الاهلي كان احرز هدف هناك بقدم ابو تريكه في الدقيقه 11 قبل ان يعني اورلاندو بايرتس يحرز التعادل في الدقائق الاخيره من عمر المباراه،
وفي مباراه العوده هنا بعدها باسبوع تمكن النادي الاهلي بالفوز 2-0 وتحقيق اللقب الثامن. ان شاء الله تبقى بشره خير يا رب، ويبقى نوفمبر شهر الانتصارات للنادي الاهلي، ويحقق النادي الاهلي الفوز ان شاء الله في 27 نوفمبر والحصول على اللقب التاسع. دي كانت كل الاجواء والاخبار عندنا من داخل النادي الاهلي بالجزيره. الكلمه ليكم يا كريم ونهوت. نشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي من داخل مقر النادي في الجزيره، شكرا جزيلا ليك.